صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد حديث في أن من أصابه فاقة أو حاجة يقرأ سورة الواقعة؟ وهل هناك سورة إذا قرأها المسلم تسد حاجته وفاقته؟ نعم، ورد في سورة الواقعة أنها ينفع الله بها الفقير إذا قرأها، ورد هذا، تجدونه في مذكور في تفسير ابن كثير في أول السورة، والقرآن كله مبارك. نعم.